بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في مقرر الحبليات على اللافكيات، وخدنا دائرات الفم في البترومايزون، ونتكلم على الأجهزة المختلفة في البترومايزون. النهاردة في محاضرة النهاردة نتكلم في على جدار الجسم والجهاز الجلدي والجهاز الهيكلي. الجهاز الجلدي اللي هو الانتجومنتري سيستم، عندك جلد البترومايزون جلد لين يعني ولزج، لا يغطى بحراشيف، انا شكل اسماك لكنه لا يوجد فيه سكيلز، يبقى ما فيش فيه سكيلز، جلد لين طري. يتكون الجلد من طبقة البشرة وطبقة الأدم. خلاص احنا عرفنا الجلد الحقيقي زي ما قلنا في الصفات العامة للفقرات قبل كده. فالبشرة هنا عبارة عن طبقة من الخلايا الطلائية المصففة، لازم يكون استراتيفايد عدة طبقات، يعني طبقة واحدة كده أول طبقة هنا طبقة خلايا عمودية بتبقى اسمها طبقة مالبيجي، لها سرعة عالية جدا في الانقسام وتعويض ما يتلف من الخلايا ويفقد من خلايا البشرة. بعد كده طبقة من الخلايا اللي هي الايه عديدة الأشكال ليس لها شكل محدد، أهو موجود أهو. بعد كده تبدأ الخلايا ترق كده وإيه وتتفلتح وتبقى في الشكل ده، يبقى تسموها السكواموس أو الايه الطلائية المصففة المفلطحة اللي هي الحرشوفية. طيب في نوعين بقى من الخلايا، اما الخلايا دي تتقرن تبقى خلايا حرشفيه متقرنه او غير متقرنه. جلد الكائن هنا طبعا اللي فوق دي تبقى خلايا هنا طلائيه حرشفيه مصففه تغطى بطبقه جليد خفيفه خالص، تحتوي البشره على خلايا مخاطيه وخلايا محببه وخلايا صولجانيه. يبقى هتلاقي فيه خلايا صولجانيه بالشكل ده كده زي الصولجان كده رفيع كده ومنتفخة من أعلى، هتلاقي فيه خلايا مخاطية عادية كده خالص أو موجودة كده بالشكل ده كده، وهتلاقي برضو فيه مجموعة من الخلايا الأخرى اللي هي برضو نفس الخلايا أو ممكن تكون كده خلايا بالشكل ده، هتلاقي برضو فيه خلايا دائرية كده أهو، ودي خلايا بيسموها خلايا محببة بالشكل ده. ده باختصار كده تركيب، بدل ما نشوف الرسمة اللي بعد كده في السلايد هتلاقي ايه ده جدار او طبقة البشرة الموجود فيها ايه في جلد الايه بيترومايز، يبقى عبارة عن طبقة من خلايا مصففة. طيب الخلايا المصففة دي عليها طبقة من الجليد خفيفة كده اللي هو طبقة الخلايا الحرشوفية اللي تقرنت مع بعضها يعني، وفي فهتلاقي في خلايا مخاطية ميوكا سيل، هتلاقي فيه الجرانولار سيل خلايا المحببة، وهتلاقي فيه خلايا سولوجينية بيسموها الكلوب سيلز، وكلها تفرز ايه المخاط. قلنا ده جهاز لين ولازم لانه عليه مخاط معلوش حراشيف. الخلايا الصبغية موجودة موجودة، هي للأدمة على طول اللي هو الأدمة، احنا قلنا نسيج دم بقى وعادة موية خلاص، لكن بعدها على طول يبقى ده نسيج دم اهو بالشكل ده كده، وبعد كده في أوعية موية وفي نهايات كده، وبعدين هتلاقي في خلايا صبغية بالشكل ده كده متفرعة كده خلايا متفرعة بالشكل ده، وكل ما كان الصبغات فيها كتيرة كل ما كان لون الحيوان أغمق طبعا. يعني الأدمة صفة من خلايا الإيه الصبغية بيسموها البيجمنت سيلز أو الميلانوفورز. بعد الجزء ده هتلاقي على طول فيه إيه، هتلاقي فيه العضلات، وتكون العضلات على قطع عضلية طبعا مايتومز ومتعرجة على شكل حرف الدبليو اللي قلنا عليه شكل الزجزاج شيب، بينها فواصل بيسموها فواصل ايه العضليه. العضلات في منطقه الخياشيم جزء ظهري وجزء بطني، ولا يظهر ايه هذا التميز طبعا في منطقه الذيل، هتبقى ايه كلها قطع واحده، يعني الجزء ظهر وبطني يبقى في منطقه الخياشيم، لكن كتله واحده يبقى في منطقه الايه الذيل. ده باختصار الشكل اللي احنا بنقول عليه. ادى طبقه من الخلايا اللي قلنا هتبقى الجزء ده يتقرن فوق كده ويبقى اسمه الايه الجليد او الكيوتيكل. بعد كده هتلاقي الخلايا عديدة الأشكال بالشكل ده، في خلايا المخاطية عادية خالص، لكن في خلايا طبعا محببة بالشكل ده، في خلايا صولجانية. الطبقة الأولانية خالص هي طبقة مالبيجي طبعا تبقى عمودية، وتبقى طبقة إيه سريعة الانقسام بتعود اللي هي تالف ده البشرة. بعد كده طبقة الأدمة الموجودة عبارة عن نسيج دم فجوة، يبقى فيه أوعية دموية نهاية عصبية، وبعد الأدمة هتلاقي فيه صف من الخلايا الايه الصبغية اللي انت شايفها دي بيسموها بيجمنت سيلز. بعديها على طول هتلاقي فيه القطع العضلية، قلنا شكلها شكل الدبليو أو شكل الزجزاج شيب، بيفصلها بينها وبعضها العضلات، هي بيفصلها بينها وبين بعضها
الحواجز او الفواصل العضليه اللي هي المايوسيت. ده structure of the body wall of البيتروميزن، او تركيب جدار الجسم في البيتروميزن. ده الشكل الخارجي للبيتروميزن. الجلكي الجهاز اللي هو الهيكلي، نتكلم عليه السكيلتون سيستم. قلنا قبل كده طبعا عرفنا كلنا جهاز الهيكلي الخارجي ايزو سكيلتون اند سكيلتون. الهيكل الخارجي هنا قلنا مفيش حراشيف، امال في ايه؟ في اسنان قرنيه موجوده في القمع الفمي، وموجوده على سطح اللسان اللي ممكن يخرج من الفم ويطلع، وتتكون من الطبقه القرنيه لخلايا البشره الانالية الجليه دي، بتتحول تبقى اسنان في الفم. الهيكل الداخلي له كرينيوم، بدأ المخ يحاط بكبسولة يسمى محفظة المخ، وهي غضروفية غير مكتملة، تتصل بمحفظة شمية للأمام طبعا، يبقى ده كده المخ هنا، يبقى هنا البرين، هيبقى الأمام هنا محفظة شمية وهنا محفظة سمعية، هنا طبعا لحماية الشم، وفي محفظتين أخريتين، محفظتين سمعيتين أوديتري كابسول اللي فيهم طبعا الأوديتري أورجانز أو الأوتيك اوتيك اورجان. الحبل الظهري كان موجود في المرحلة الجنينية، لكنه بدأ يدعم زي ما قلنا ب ده هو عبارة عن خلايا جوفاء تحيط به طبقة من الخلايا المكعبة، وتسمى بطلائية الحبل الظهري. يعني هو خلايا كده، وبعدين في طب مجموعة من الخلايا كده اهو، خلايا مكعبة كده بالشكل ده، اسمها طلائية الحبل الظهر، وهنا الخلايا مجوفة كده زي ما انت شايف كده. طيب ترتكز هذه الخلايا على غشاء القاعدة، وكونا معا بالطبقة المطاطية الداخلية، يبقى ده كده اهو بيسموه الطبقة الداخلية المطاطية. طيب بعد كده يحاط هذا الحبل الظهري بالنسيج ضام ليفي يسمى بالنسيج اللي هو اللي هو الخارجي ده كده، سموه بالغلاف الليفي. يبقى انا عندي جوه الطلائيه المطاطيه الداخليه، ومن بره هيبقى فيه الغلاف الليفي. على جانبي الحبل الظهري في منطقه الجذع زوجين من الامتدادات الغضروفيه العقليه اللي قلنا عليهم في المنطقه دي والمنطقه دي، جزء كده في كل قطعه من قطع الجسم. الزوج الامامي يسمى بالظهرات القاعديه، والزوج الخلفي بيسمى بالزهريات، بين الزهريات، بين الزهريات بيسموه الانتر دورسال. هذه الامتدادات تحيط بالحبل العصبي، وهي بداية تكوين العمود الفقري. عشان كده ما تقولش عليه عمود فقري بقى، ده انت تقول عليه في الحالة دي اهو الجزء الامامي، والجزء ده جزء كبير شوية عالي كده، وبعدها جزء صغير، يبقى ده بين الفقرة بين ده جزء ده كده، يبقى ده ظهريات، قطع ظهريه، وبينهم الانتر دورسال. طيب في الشكل ده طالما ان العمود الفقري الوقت اصبح مدعم بقطع ظهريه غضروفيه طبعا اهي، من ده من جزء من الجهه دي والجزء الثاني من الجهه المقابله، يبقى في الحاله دي ما تقولش عليه حبل ظهري فقط، ولا تقول عمود فقري حسن التكوين، ده ما يسمى بالعمود الفقري الابتدائي، بيسموه البريميتيف فيرتبرال كولم، بريميتيف فيرتبرال كولم. تدعم منطقة الخياشيم برضه بالنسبة للهيكل سلة خيشومية غضروفية بيسموها البرانكيال باسكت، اللي هي كنا قلنا عليها بتفتح فيها السبع فتحات خيشومية. وطبعا الزعانف برضه موجودة الوسطية دي، وتدعم أيضا بأشعة زعنفية غضروفية، أشعة زعنفية غضروفية. ده العمود الفقري اللي احنا قلنا عليه البريميتيف، جاي من البرايمري، يعني بريميتيف فيرتبرال كولم، عمود فقري ابتدائي. ليه هو مش حبل ظهري وليه مش عمود فقري؟ ليه؟ لأن الخلايا موجودة اهي اللي هي الفاكولتيس، خلايا جوفاء، وقلنا في خلايا مكعبة ترتكز على الغشاء بسبب الطلائيه المطاطيه اللي محاطه بعد كده بنسيج ضام ليفي بيسموه الغلاف الليفي. يبقى انا عندي نسيج طلائيه مطاطيه داخليه، ونسيج الغلاف الليفي اللي هو بيسموه الغلاف الليفي، بيحاط بالخلايا المجوفه الموجود. هتلاقي على القطعه الظهريه، تلاقي قطعتين ظهريتين زي ما انت شايف كده من الناحيه الظهريه،
هذه القطع الظهريه الغضروفيه بتديك ايه؟ بتدعم العمود الفقري اللي هو بتدعم الحبل الظهري بالشكل ده، وبيتمرن طبعا جواه الحبل الايه؟ العصبي. وبالتالي ده صعب تقول عليه حبل ظهري، وصعب تقول عليه عمود فقري، فبتقول عليه عمود فقري ابتدائي، لانه حبل ظهري مدعم بظهريات قاعديه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.